مرحبا، بما انه الدوام قرب فكان لازم ابدأ اعدل نومي، فقلت ليش ما اعمل لكم فيديو اورجيكم فيه طريقتي لتعديل نومي ويمكن تنفع معكم. بما ان الاغلب تعود يسهر فصعب جدا انك تقدر تنامي بالليل بدري، فعشان تقدر تخفي ابدر من ما انت متعودة، يعني ما بين الساعة 11 للساعة 1، خلي الغرفة تكون معتمة. في اليوم اللي بعده اصحي قبل بساعتين لثلاث ساعات من موعدك المعتاد، يعني لو بتصحي الساعة 12 مثلا كوني مجهزة المنبه الساعة 9 أو 10. ولهون بنكون وصلنا للمرحلة اللي دايما عندها كنت بفشل بفكرة تعديل النوم، وهي ما بعد المنبه. بالعادة من الإرهاق بطفيه وبرجع أنام، وهون رح يكمن التحدي. تحدي نفسك وحاولي ما ترجعي تنامي، وفكري باللي ناوية تنجزيه، يعني معك ربع ساعة تقنعي نفسك قبل ما ترجع تستسلمي للنوم. بعد جدال طويل بينك وبين نفسك ومحاولات إقناع عديدة، إن شاء الله هتقومي. وأول إشي هتعمليه دخلي ضوء الشمس على الغرفة عشان تصحصحي. بعد ما تكملي روتينك لازم تلاقي أشياء تشغلك عن النوم وتزيد من نشاطك، مثلا بتقدري تلعبي تمارين الإطالة أو تطلعي تتمشي، وأنا اليوم قررت أجرب اليوغا. خلي جنبك مي عشان كل ما حسيتي إنك بدأتي تنعسي تشربي منها، وممكن تحط عليها ليمون ونعناع. وهون يا راحة نفسية ما تمت، وقعت المي على المكتب. ونكمل كما أن شيئا لم يكن. قررت أراجع كلمات اللغة الكورية اللي عندي علشان أرجع أدرس غيرهم.
إذا خلصت كل اللي لازم تنجزيه اليوم وبدأت تملي وتنعسي وكمان ما قدرت تطلع تتمشي، ممكن تقعدي في مكان مفتوح في البيت. وبس هذا كان فيديو اليوم، زمان ما عملت فيديوهات بصوتي، فاكتبوا لي إذا كان هذا النوع من الفيديوهات بيعجبكم أو لا.